قطعة الكرة وهذه فرصة، هل يتم استغلالها؟ نشوف الآن. وطبعا أربع خطوات. هذا اللاعب نسى اللعب الهجومي، والآن جاءت التصويبة وبرافو داني صدها. الكرة ترجع لصالح هامبورغ بعد ما صدها الحارس باتلر، ولكن الكرة تروح لصالح من؟ لصالح هامبورغ، لأنها اصطدمت الكرة. طبعا الكرة فاول، والفاول لا ما يحتاج لصافرة، الفاول لا يحتاج لصافرة، صح فاول، رمية حرة، الرمية الحرة اللعب مباشرة بدون صافرة. الحكم ما طلب إبعاد اللعيبة أو تعديل وضع أو مثلا تجفيف أرضية، شوف فاول لعبها ما فيها شيء.